سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات الدبلوماسيون، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم اليوم جميعاً في حفل مراسم أداء اليمين القانونية للدبلوماسيين الجدد الذين سيسهمون في خدمة الوطن وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة خير تمثيل داخل الدولة وخارجها. والآن ندعو الأخوة والأخوات الدبلوماسيون للبدء في مراسم أداء القسم. خالد علي محمد النعيمي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة في كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. تحرير حسين عبد الله المرزوقي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. خلود شهاب حمد الجنيبي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. رويد حسين محمد فدعل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. ميان مدحت أنور طنطاوي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. محمد زين العبد الكريم الزرعوني. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. جواهر عبد الله محمد الحبسي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. اليازي ناصر إبراهيم الطنيجي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها.
راشد جمعة عبد الله الشامسي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. حمد عبد الرحمن جلال الكعبي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. سيف حمود ناصر السعيدي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. عاش علوي محمد الحداد. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. حصة صلاح السامان النعيمي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. مريم سعيد بالجافلة الحميري. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. أحمد عبد الرحمن علي آل غردقة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحفظ على أسرارها. أحمد علي عبد الله البلوشي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. أحمد عبد الكريم أحمد العماد. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. أسمى عمر شريف الهاشمي.
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم الدستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. إسماعيل عادل إسماعيل الطاهر. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. العنود مبارك محمد الزعابي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. اليازي عبد الله هلال الريامي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. اليازي محمد سعيد القمزي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. أميرة حسن سعيد العامري. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. إيمان سالم عيسى المنهالي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. إيمان عبد الله عبد الرحمن المبارك. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. حمد عبد الله مبارك النعيمي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. حمدة خالد عبد الله الشايجي. أقسم بالله العظيم
أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، ونحترم دستور الدولة وقوانينها، ونضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ونؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، ونحافظ على سرارها. راشد جمال إبراهيم عزام. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. روضة محمد سالم الكتبي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، ونضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ونؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، ونحافظ على أسرارها. ريم عبد الله حامد الحلماني. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. ريم محمد صالح العامري. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. سارة محمد عتيجة رميثي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. شذى عبد الرحمن علي آل غردقة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم الدستور الدولتي وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولتي فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. شعاع علي عبد الله مسعود. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. شمة محفوظ محمد الشحي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. عبد الرحمن حسان يوسف اليهري. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها،
وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. عمر محمد أحمد اليحيائي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. فاطمة حسن محمد الحمادي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. فاطمة محمد عبد الرحمن آل علي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. فاطمة محمد عبد الله عبد الرحمن. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. فهد جاسم محمد الحسني. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. ليثم ربيع سالم الظاهري. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. مريم عيسى صالح آل علي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. منصور خالد خميس الكعبي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها.
ميثا طارق علي السعدي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. نوف عبد الله راشد الظنحاني. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. والآن يتشرف الدبلوماسيين الجدد بأخذ صورة تذكارية مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.